وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس سيكون شديد الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، لكن بالليل الطقس سيكون مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ورطب على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني حابين نطمن من حال عليك أو من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن احنا بنتعرض لموجات يمكن شديدة الحرارة متتالية، وبنتأثر دلوقتي يمكن كمان بمرتفع الهند الموسمي. هو طبعا بالفعل احنا بنتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة وموجات شديدة الحرارة بشكل كبير، خاصة ان احنا خلاص بدأنا فصل الصيف المعروف بتكرار ارتفاع قيم درجات الحرارة. على مدار هذا الاسبوع بدأنا نتأثر بوجود امتداد منخفض الهند الموسمي، وده منخفض جوي بيغطي مساحة كبيرة من قارة اسيا ومن قارة افريقيا ومناطق كمان من اوروبا. المنخفض الجوي ده بيبقى معاه كتل هوائية شديدة الحرارة بشكل كبير، بتوصل قيم درجات الحرارة في الكتل الهوائية دي أحيانا تتجاوز 50 درجة مئوية، لكن بمرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط مع حركة المنخفض الجوي تفقد جزء من قيم درجات حرارتها فبتقل عن 50، لكن طبعا تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، يعني بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة. فأنا عندي ارتفاع في قيم درجات الحرارة وارتفاع كمان في نسب الرطوبة بشكل كبير، خاصة كمان إن احنا أيضا بنتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي ده بيخلي في إحساس أكثر بارتفاع نسب الرطوبة كمان لأنها محبوسة في طبقة قريبة من سطح الأرض. أجواء فترة النهار أو قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة بحوالي 3 إلى 4 درجات، ومرتفعة كمان عن الأسبوع الماضي. إحنا بالأمس سجلنا عظمى عن القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية عظمى مقاسية في الظل، متوقع كمان على مدار هذا الأسبوع استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة. اليوم ايضا العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون من 39 الى 40 درجه مئويه عظمى فتره النهار، محسوسه طبعا المواطن هيحسها تختلف عن ال 39، هتبقى دايما اعلى من ال 39 او ال 40 درجه مئويه، لان انا اي قيمه درجه حراره بقولها هي قيمه درجه الحراره المقاسه في الظل، لان احنا مش محسوسه قوي بالنسبه لنا وخصوصا مع ساعات الظهر والصباحيه. بالفعل ان احنا كمان قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها طبقا للمعايير الدوليه اللي وضعها المنظمه العالميه للارصاد الجويه ان تكون مقاسه في الظل في كشك خشبي لها معايير معينه، فبالتالي المواطن بيحس بقيم درجات حراره اعلى دايما من اللي احنا بنقولها في النشرات الجويه. اجواء فتره اليوم هي اجواء شديده الحراره رطبه في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال اسرائيل، الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتكون الاقل في قيم درجات حرارتها لكن هي الاعلى في نسب الرطوبه، يعني عظمى فتره النهار في المحافظات الساحليه ما بين 33 الى 34 درجه مئويه، محسوسه ممكن نضيف عن القيم دي من 3 الى 4 درجات. انا عايزه اقول لحضرتك ان الناس اللي موجوده كلها كانت الفتره اللي فاتت الاسبوع الاجازات الاسبوع اللي فات في السواحل الشماليه خاصه كان بيقول لك الجو خلاص بقى قريب من شرم الشيخ والغردقه اللي هو نسبه الرطوبه العاليه قوي، ما بقاش في نسمه الهواء الساقعه بتاعت بليل حتى على البحر. هو بالفعل لان الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط رغم انخفاض قيم درجات حرارتها لكن الرطوبه عاليه جدا، لكن الرطوبه بتتجاوز احيانا 90 وال 95% في طواحينا الشماليه، في القاهره الكبرى تتجاوز ال 80 وال 85%، وطبعا كل ما بتقدم للمحافظات الداخليه اكثر او جنوبا نسب الرطوبه بتقل، ونسب الرطوبه ده العامل المهم جدا في فصل الصيف اللي بيخلينا نحس بالارتفاعات في قيم درجات الحراره بشكل كبير. في فصل الربيع كان بيحصل ارتفاعات، وطبعا طبيعه فصل الربيع ان بيحصل في ارتفاعات لكن ما كانش رطوبه عاليه، والرطوبه دي كمان اللي بنعاني منها دلوقتي هي كانت بتبقى في شهر اغسطس برضو مش في بدايه فصل الصيف بالشكل ده. هي بتبدا معانا من بدايه الصيف من شهر 6 مع امتداد منخفض الهند الموسمي، هو منخفض الهند الموسمي بيبدا تدريجيا يظهر من بدايه شهر 6 تأثيره الأكبر ونسب الرطوبة الأعلى كمان اللي ممكن نشوفها كمان لسه كمان معانا في شهر 7 وشهر 8، يعني احنا ذروة فصل الصيف يكون شهر 7 وشهر 8 بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة اللي بنتعرض ليه في 7 و8. كمان فترة الليل مش بس الارتفاعات في فترة النهار، فترة الليل رغم غياب أشعة الشمس
وبيحصل انخفاض طبعا في قيم درجات الحراره، لكن الصغرى مرتفعه عن المعدلات الطبيعيه بتتراوح ما بين 26 الى 28 درجه مئويه. عظمه الرطوبه كمان بتكون فترات الليل مش فترات النهار، فبالتالي اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للحراره رطبه في معظم المحافظات الموجوده في الجمهوريه، حتى السواحل الشماليه اجواءها فتره الليل معتدله رطبه فتره الليل، ممكن نلاقي في بعض الاماكن نشاط للرياح لكن سرعته مش عاليه بشكل كبير اللي تاثر بشكل كبير على احساسنا بقيم درجات الحراره. الاماكن المكشوفه، الاماكن المفتوحه، المدن الجديده نلاقي فيها نشاط للرياح يقلل بعض الشيء احساسنا بوجود نسب رطوبه في الجو، لكن طبعا مش هيخلينا نحس بانخفاض كبير في قيم درجات الحراره. الاجواء اللي فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره واجواء شديده الحراره هتستمر معانا حتى نهايات هذا الاسبوع، بدايه الاسبوع اللي جاي تستمر العظمى على القاهره الكبرى من 39 الى 40 درجه مئويه، وتستمر اعلى من المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه اذا كان فتره النهار وفتره الليل، وده موجود في معظم المحافظات خاصه صحيح. المحافظات الشماليه يعني حتى المحافظات الجنوبيه كمان قيم درجات الحراره فيها بتتراوح ما بين 44 الى 45 درجه مئويه، فهي ايضا اجواءها الشديده في الحراره، لكن طبعا برحمه ربنا ان المحافظات دي نسب الرطوبه فيها بتبقى اقل. صحيح طبعا، لان لو نسب الرطوبه عاليه هم هيحسوا بقيم درجات حراره اعلى أصعب كمان كتير. فالحمد لله اجواءهم فقط اجواء شديده الحراره فتره النهار ما الى الحراره فترات الليل. هناكد بس على كل الساده المواطنين لازم ناخد احتياطاتنا بقدر الامكان. احنا خلاص بدانا فصل الصيف، خلاص اكيد اغلب الايام هيكون فيها ارتفاعات في قيم درجات الحراره صحيح. حتى لو قيم درجات الحراره علشان كده احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي يعني عشان نطمن على حاله الطقس وكمان نطمن الساده المواطنين. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره العظمى 39، الصغرى 28، العاصمه الاداريه 39، 27، اسكندريه 33، 24، العالمين الجديدة 32-24، مطروح 32-23، دمياط 34-23، بورسعيد 33-23، إسماعيلية 41-27، السويس 40-25، العريش 34-22، كاترين 36-16، طابة 39-26، حلايب 39-31، شلاتين 41-30، شرم الشيخ 43-32، الغردقة 41-31، الفيوم 40-26، بني سويف 40-26، الوادي الجديد 43-29، الأسيوط 41-26، سوهاج 43-27، قنا 44-29، الأقصر 44-30، وأخيرا أسوان 45-31. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن بنأكد مرة تانية خصوصا لطلبة الثانوية العامة لازم يبقى معانا مية ساقعة واحنا داخلين اللجان، ما نتعرضش للأشعة الشمس المباشرة ما بين فترات الامتحان، نحاول إن احنا نخلي بالنا ونكون قاعدين في أماكن جيدة التهوية، وأي حد يعني ما عندوش أي مشكلة أنه ما ينزلش خاصة كبار السن والأطفال في أوقات الظهيرة وأشعة الشمس المباشرة، إن درجات الحرارة بالفعل مرتفعة ورطوبة كمان مرتفعة. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.